انطلاقاتي هذا المساء، مسائي سن الثنايا. هنا ننطلق مشاهدين الأعزاء مع شوطنا الحادي عشر، الشوط الحادي عشر الذي أعلنت انطلاقته بهذه الأمسية الرائعة من أماسي المرموم، وهذا الشوط الخاص بالأبكار المحليات الأصايل. ننطلق هنا لمسافة 8 كيلومترات، نسير مع هذه الأسماء ونتعرف على الصدارة الأولى. يتقدم خليفة بن محمد بن لويع الخيالي من يقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز الأول والصدارة الأولى من خلال المنافسة والأداء المتميز على الصدارة على المركز الأول ومقدمة هذا الشوط في منافسات هذا المساء. مباشرة ناخذ المركز الثاني ونتعرف على ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء، أو هذه اللي في المركز الأول والصدارة هي أيضا من تسير في منافسة من الزاوية الأخرى حيث تتقدم هذه الأسماء. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، اللي تأتي في المركز الأول والصدارة الأولى، هناك الصدارة مع مياس خليفة بن محمد بن لويع الخيالي مصيحة في المركز الثاني، حميد بن سلطان بالكديد الفلاسي يأتي في المركز الثاني، بينما دلال سيف بن سعيد بن حضير بن الكتبي خذت المركز الثالث والمركز الرابع. هادي خيرة هادب بن حمد بن عفصال المنصوري أحد نجوم هذا المساء بالتضمير، وقدم لنا عالية راعي عطوة. بو حمد أيضا من قدم 3 نقاط بشعار بن حماد يأتي مقدما خيرة في هذا الشوط، وأيضا تعود الملكية هنا لحمد بن هادب بن عفصان المنصوري تأتي بالمركز الرابع، وبقيادة أيضا أحد شبابنا المضمرين راشد بن هادب بن عفصان المنصوري. وهناك الدخول الوصول من الوثب سهيل بن رملي بن محمد العاملي، بينما ايضا من تاتي في هذه اللحظات المتقدمه ثمينه عبد الله بن صالح بن يابر بن صالح العامري. هنا من تتقدم مشاهدين الاعزاء، الوصول الاخر من هملوله منصور بن صالح بن هزيم المزروعي وصل في هذه اللحظات وتقدم مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام، بينما ايضا من تتدخل في هذه اللحظات هذه طموح مبارك بن حمد بن العود العامري، وصل الشاعر ليقدم لنا هذا الاسم، بينما هناك ايضا الضبية لمحمد بن خلفان بن مبارك بن مبارك المنصوري، وصل في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ليقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة والعملاقة من خلال هذه المنافسة. هكذا نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول، والمقدمة مع مصيحة اللي غيرت الصدارة حميد بن سلطان بالكديد الفلاسي هو اللي خذ الصدارة الأولى والمركز الأول. يقدم أحد الأسماء التاريخية أحد الأسماء القوية والعملاقة، بينما هنا في المركز الثاني وصلت في مياس خليفة بن محمد بن لويع الخيالي، يقدم لنا مياسة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوفوا من القادم في ثالث المراكز، شعار بن حضير مع دلال سيف بن سعيد بن حضير من الكتبي يتواجد ايضا ويقدم لنا دلال. هنا مشاهدين الاعزاء وصل العامري ليقدم لنا ثمينة، عبد الله بن صالح بن يابر بن صالح العامري مقدما لنا ثمينة، وصلت ايضا هناك الوثبة وصل بن رملي ليتقدم مع
الوثبة مقدما انطلاقة الوثبة في هذا الشوط وفي هذه المنافسة القوية. لياتي هنا كسهيل بالرملي العامري، ياتي في هذه الانطلاقة من خلال هذا الاسم يقدم لنا الوثبة. وصل الطموح وغير الطموح من مركز الاخر، الطموح مع المركز الاول. مبارك بن حمد بالعود العامري يتقدم بالعود ليقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا طموح ايضا في هذا الشوط. الطموح هو الفوز، الطموح هو الانتصار، والليلة يا الطموح يا بالعود من خلال تواجد طموح وفوزها وانتصارها في هذا المساء من خلال هذه المشاركة. وصلت ايضا هناك الوثبة، سهيل بالرملي بن محمد العامري تتقدم من خلال هذه المنافسة. ولكن اعود الى مصيحة حميد بسلطان بالكديد الفلاسي يقدم لنا مصيحة بسيمفونيتها ايضا الرائعة وبادائها التلقائي. بينما المركز الثاني مياسة يتقدم خليفة بن محمد بالويع الخيلي. المركز الثالث غير الطموح، غير الطموح، خذت المركز الثالث هناك وبتقدم مبارك بن حمد بالعود العامري يتقدم لنا من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا التحدي. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بأداء متميز وجميل وصلت الوثبة. وسهيل بن رملي بن محمد العامري أحد الأسماء القوية والمنافسة في رموز هذه الأمسية الرائعة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خلال المنافسة القوية تأتي بالمركز الرابع. بينما المركز الخامس التقدم القوي، هناك أسماء خلف الخمس المراكز الأولى فترقبوا مفاجآتها من خلال هذه المنافسة والقادمة. دلال مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذا الأداء المتميز يأتي هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بن حضيرم، سيف سعيد بن حضيرم الكتبي يقدم لنا دلال في هذه المنافسة الرائعة، في هذه المنافسة الجميلة ما شاء الله وتبارك الله. هنا مشاهدين الأعزاء يقدم لنا دلال، ولكن مصيحة، مصيحة بالكديدة، بالكديدة يتقدم، بالكديدة يأتي هنا مشاهدين الأعزاء مع المركز الأول والمقدمة الأولى والصدارة الأولى في مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا بالكديدة، هو على الصدارة، هو على المركز الأول، هو على مقدمة هذا الشوط يتقدم. بينما المركز الثاني غير الطموح، مبارك بن حمد بالعود العامري يقدم لنا طموح. عادت مياسة إلى صلب المنافسة، خليفة بن محمد بالويع الخيالي يتقدم راعي مطيلة لياخذ المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع من القادم، هناك الوثبة في المركز الرابع. نشوف ونستكشف الأسماء القادمة. وصل سهيل، وصل بالرملي أيضا يقدم لنا هذه الانطلاقة، ولكن شوف الوصول، شوف الدخول القادمة بسرعة قوية. خذت المركز الخامس في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هناك الأداء المتميز. المركز الخامس هذه القادمة بقوة وأداء متميز. يا سلام، هذه هزر يتقدم علي بن سالم بن خنيفر المالكي، ولكن الدخول الآخر من خلال مذيار ناصر بن هلال بن سعيد العفاري. هكذا النتيجة. أرى أيضا ظفار القادمة، القادمة ظفار وصلت في هذه اللحظات أيضا بتقدم. شعار الكثير وصل أيضا من خلال ظفار مسلم بن بخيت بن سالم ابن جداد الكتيري القادم من محافظة ظفار. والمشاركة لأبناء ظفار، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى المقدمة الأولى، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الأداء المتميز، إنها طموح. مبارك بن حمد بن العود العامري يقدم لنا طموح في الصدارة الأولى، في المقدمة الأولى،
الأولى الأداء المتميز يقدم لنا هذه السيمفونية الرائعة من خلال أيضا هناك طموح تعزف على الوتر الأول 1200 متر. هنا مشاهدين الأعزاء تحركت الوثبة على المركز الثاني ليتقدم سهيل أيضا بالرملي بن محمد العامري الخطير في هذا الشوط من خلال هذا التواجد. أن سألتوني عن الموقع فالغلاف الجوي للكيلومتر الأخير غير ليعزف الوتر الأول بألحانه الشجية مبارك بن حمد بن العود العامري مقدما لنا الطموح على الصدارة على المركز الأول على المقدمة الأولى. علم الحياة والطيبين بانيا بالعود هنا مع هذه الأبيات الرائعة التي تغنى بها بالعود ولكن بالرملي قادم. شوفوا من الواصل أول ندى هذه حضور عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي أبناء السلطنة ولكن باي باي رشحتها من منتصف المسافة بأن عينها على المركز الأول مبارك بن حمد بالعود العامري أبو مسلم وجماهيره أبو مسلم ومحبينه أبو مسلم وعشاقه مع حضور هذا الحضور وهذا الطموح الكبير الطموح مع الفوز الطموح مع الانتصار في هذا المهرجان مهرجان سمو ولي عهد دبي. تهانينا عبر الهواء مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية لقناة دبي ريسنج إلى الشاعر مبارك بن حمد بن العود العامري. سلامي عليك يا أبو مسلم على هذا الفوز الذي تقدم طموح في هذا المساء. الطموح هو الفوز، الطموح هو حب الجماهير، الطموح هو أيضا أخلاقي بالعود. تهانينا هو الناموس على هذا الفوز الجميل، لحظات فوز طموح بهذا الشوط. تهانينا للشاعر مبارك بن حمد بالعود العامري. المركز الثاني كان الوصول هناك من خلال تواجد الوثبة للسهيل بالرملي بن محمد العامري. المركز الثالث وصلت فيه حضور لعوض بن عبيد بن حمد الوهيبي. المركز الرابع كان الدخول من هزر لعلي بن سالم بن خليفة الماركي. المركز الخامس كان الظفار لمسلم بن بخيت بن سالم بن قداد الكثيري. تهانينا والناموس هكذا أيها المتابعون جميعا. إذن طموح لمبارك بن حمد بالعود العامري. تهانينا والناموس. هنا 7 دقائق 23 ثانية 8 أجزاءين من الثانية والثانية موصولة لأيضا مطر بن حمد بالعود العامري على فوز طموح في هذا المساء. المركز الثاني قدمت عرض رائع وجميل الوثبة سهيل بالرملي بن محمد العامري. هنا أيضا كان أداءها مميز وتحدياتها مثيرة في هذه الأمسية الرائعة من أماسي سن الثنايا 12 دقيقة وأيضا 35 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. حضور من حل ثالثا عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي. تهانينا للوهيبي على هذا الفوز ب 12 دقيقة 38 ثانية و2 أجزاء من الثانية. انقضى شوطنا 11 ومع طموح لمبارك بن حمد بالعود.